في موسكو راعية اتفاقات التسوية السورية وحليفة النظام السوري يطبخ مستقبل الملف السوري على نار هادئة. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعلى طاولة البحث الملف السوري والخطر الإيراني في المنطقة. مسؤول إسرائيلي نقل أن نتنياهو أكد لبوتين عدم نية إسرائيل تهديد حكم الأسد في سوريا، مطالبا إياه بالعمل على إخراج العسكريين الإيرانيين من سوريا. هذا من جهة. أما من الجهة الأخرى، فبدأ مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي زيارة رسمية لموسكو اليوم أيضا، ينقل خلالها رسالة لبوتين تتحدث عن مستقبل الوجود العسكري الإيراني في سوريا وفق ما رشحت المصادر. مزدحمة هي موسكو، عدوان لدودان يجمعهما الملف السوري يتوجهان إلى هناك. فللمرة الثالثة خلال 6 أشهر يزور رئيس الحكومة الإسرائيلية الرئيس الروسي، وهو لقاء يتزامن مع زيارة مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولاياتي للعاصمة الروسية. لقاءات تأتي على وقع المعارك الدائرة في الجنوب السوري والتي تميل لصالح كفة النظام. واقع ميداني ولد مخاوف يحملها نتنياهو للمسؤولين الروس، على رأسها اقتراب قوات النظام السوري من حدود الجولان المحتل، وذلك مع إعلان دمشق أن وجهتها المقبلة بعد درعا هي القنيطرة الحدودية. فحوى المخاوف الحقيقية لدى إسرائيل هو التهديد الناشئ من الميليشيات الإيرانية التي تقاتل إلى جانب قوات النظام. أما مفتاح الحل بالنسبة لها فهو الضمانات الروسية، فموسكو سبق وتعهدت بإبعاد الميليشيات الإيرانية عن الحدود الأردنية والإسرائيلية، وهي تعهدات ترغب تل أبيب بتأكيدها مجددا مع وصول التطورات الميدانية إلى نقطة الحسم. في المقابل تؤرق التطمينات الروسية طهران، وفي حين تقول إيران إن الزيارة تهدف لتوسيع العلاقات الإيرانية الروسية، تكشف تصريحات ولاياتي ضد نتنياهو الهدف الحقيقي من اللقاء. ولايتي وصف رئيس الحكومة الإسرائيلية بالبائع المتجول، مؤكدا أن وجود نتنياهو في روسيا من عدمه لن يؤثر على مهمته الاستراتيجية في موسكو. لكن رغم هذه النبرة الهجومية لا تبدو طهران مطمئنة تماما، فموسكو ورغم محاولاتها مسك العصا من المنتصف والحفاظ على مصالحها مع طهران، فإنها تسعى لنفوذ أكبر في سوريا، وهو نفوذ يحتم عليها عدم قطع الطريق مع واشنطن وتل أبيب، خصوصا أن تقليص موسكو للنفوذ الإيراني سيعني تفاهمات ربما تحملها قمة ترامب بوتين المرتقبة، التي قد تفضي لانسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف وخلو الساحة للقوات الروسية. لكن بعيدا عن طموحات موسكو، يبقى التحدي الحقيقي أمام روسيا هو مدى قدرتها الفعلية على تحجيم نفوذ طهران في سوريا، والذي لن تتنازل عنه إيران بسهولة. لمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفينا. معنا من موسكو مديرة مركز آسيا والشرق الأوسط في المعهد الروسي للبحوث الاستراتيجية دكتورة إلينا سوبونينا. من جدة معنا عضو الائتلاف السوري الدكتور هشام مروة. مرحبا بضيفينا دكتورة سوبونينا، مساء الخير، مرحبا بك معنا من جديد. يعني دعيني أسألك بداية على شكل هذه الزيارة وهذه المصادفة، وجود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نفس الوقت الذي موجود فيه أيضا الدكتور ولايتي مستشار الزعيم الإيراني علي خامنئي في نفس اليوم في موسكو، هل هي مجرد صدفة أم غير ذلك، أم ربما لها علاقة بكأس العالم؟ لا أدري، ما رأيك في ذلك؟ إلى علاقة بكأس العالم أكيد، لأنه على الأقل رئيس الوزراء الإسرائيلي يحضر كرة القدم. صحيح. أكثر من ذلك، الرئيس الفلسطيني محمود عباس هو جاء أيضا لحضور كرة القدم وآخر مباراة فيها، وأيضا للقاء مع رئيس بوتين. ولكن برأيي هي أيضا إشارة مهمة أن روسيا تحاول أن تتوازن ما بين إيران وإسرائيل، لأنه
البعض في الوقت الأخير حاول أن يقول بأنه كأنه روسيا تميل لإسرائيل مثلا، وأنا دائما كنت أقول أنه هذا غير صحيح. روسيا تحاول أن تستمر كوسيط ما بين قوى مؤثرة في سوريا، وروسيا تفهم بأنه إيجاد الحل بشكل نهائي في سوريا مستحيل بدون أخذ مصالح القوى المؤثرة الأساسية هناك، وهي إسرائيل، إيران، الأردن، دول الخليج العربية وأمريكا وفرنسا حتى، لأن وتركيا أكيد، لأن كل هذه الدول موجودة الآن في سوريا والأمر صعب للغاية. روسيا تفهم أيضا أن لوحدها هي لا تستطيع أن تنفذ هذا الشيء، فبهذا السبب اللقاء المرتقب ما بين بوتين وترامب هو حتى أهم بكثير من اللقاء اليوم ما بين بوتين ونتنياهو. بالتأكيد القمة المرتقبة مهمة جدا، والملف السوري بالتأكيد والوضع الإيراني أيضا سيكون مطروح على هذه القمة. دكتور هشام مساء الخير، مرحبا بك معنا أيضا في هذا النقاش. ما رأيك يعني مسألة الموازنة بين إسرائيل وإيران كما قالت الدكتورة سوبونينا، مسألة ضرورية ودور أساسي تلعب روسيا، ولكن ما مدى إمكانية الإبقاء على هذا التوازن على المدى الطويل بالنظر إلى تناقض المواقف والمطالب والشروط التي تضعها كل من إيران وإسرائيل؟ مساء الخير لك وللضيفة من موسكو ولجمهور سكاي نيوز عربية. الواقع أنا أتفق مع الضيفة من موسكو بأنه فعلا إسرائيل روسيا حريصة جدا، وخصوصا من أجل استمرار بقائها ومصالحها في سوريا، تلك المصالح التي كلفتها يعني أن تدوس على قيمة أن تكون عضوا دائما في مجلس الأمن واتفاقيات خفض التصعيد التي وقعتها مع الفصائل، وبدأت تضرب من يريد الحل السياسي وتدعم من يرفض الحل السياسي ويدعم الحل العسكري. كل هذه المسائل تؤكد فعلا أن الروس مستعدين أن يفعلوا أي شيء من أجل أن يبقوا في سوريا. ومن ذلك عندما يأتي الضغط الدولي بهذه الصورة من أجل إخراج إيران أو تحجيم دور إيران، بالتأكيد الروس لن يكونوا يعني رافضين لهذا الدور بالوقت الذي سيستفيدون من هذا التوجه الغربي من أجل إطلاق يد روسيا في سوريا بالمقابل لأوراق أخرى تهم المصلحة الاستراتيجية والأمن القومي الروسي في أماكن أخرى من العالم. موضوع سوريا بالنسبة للروس أثبت تماما يعني أنه موضوع الضمانات، إذا كان هناك بحث عن ضمانات، نحن على صعيد قوى الثورة والمعارضة على الشعب السوري لا نثق الحقيقة بالضمانات الروسية، وقعت على كثير من الاتفاقيات وخرقتها، آخرها اتفاقية خفض التصعيد في الجنوب، ضمانتها بدعم العملية السياسية أيضا لا نلمس أي شيء من هذا القبيل، نلمس العكس تماما، نلمس توجه باتجاه عكس العملية السياسية ودعم الحل العسكري. طيب دكتورة سوبونينا، يعني مسألة الموازنة بين العلاقات مع إيران والعلاقات مع إسرائيل، إلى أي مدى موسكو تستطيع الاستمرار في هذا الموضوع؟ اليوم إسرائيل لديها طلب أساسي وهو مسألة إبعاد الوجود الإيراني والميليشيات الإيرانية من سوريا، ليس فقط على الحدود مع إسرائيل بالمناسبة، وإنما من كامل التراب السوري، هذا ما تطلبه إسرائيل. إلى أي مدى موسكو مستعدة أن تتعاون في 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 هذا الموضوع؟ روسيا تتعاون مع إسرائيل، ولكن روسيا تتعاون مع إيران أيضا. فبالنسبة لروسيا الحديث الآن حول يمكن تقليص الوجود الإيراني في مناطق معينة في سوريا، ولكن روسيا غير مستعدة أن تنفذ كل طلبات إسرائيل، هذا مستحيل، وزيارة علي أكبر ولايتي تثبت ذلك. روسيا حريصة على التعاون مع إيران في إطار التعاون الثلاثي في أستانا، وفي نهاية هذا الشهر كما تعلمون هناك لقاء جديد في أستانا، هذا يعني أنه هذا التعاون هو مستمر. ف
وروسيا تفهم أيضا أنه بدون النفوذ الأمريكي من الصعب إيجاد الموازنات ما بين كل هذه الدول، ولكن خلافا مع أمريكان روسيا تعتقد أنه مزيدا من الضغط على إيران ممكن أن يكون مضرا جدا. دكتور هشام، بالمناسبة قبل قليل يعني ورد في الأخبار، وكالة رويترز تحديدا ووكالات أخرى بالمناسبة أوردت هذا الخبر، مسؤول إسرائيلي يقول أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ روسيا اليوم بأن إسرائيل لا تنوي تهديد حكم الرئيس السوري بشار الأسد. هذه مسألة لافتة، يعني دائما نسمع ذرائع من سواء من النظام أو من حلفاء النظام فيما يتعلق بإسرائيل. إسرائيل لا تعتبر نفسها تهديدا للرئيس الأسد، ولا تعتبر الرئيس الأسد يشكل خطرا عليها. كيف تعلق أولا على هذا الموقف الإسرائيلي اليوم؟ الموقف الإسرائيلي هذا منسجم تماما مع الحملة أخرجوا إيران ويمكن التفاهم مع الأسد، أو استمرار التفاهم الذي يجري يعني وراء الكواليس مع الأسد. يعني قد تكون إيران ليست بعيدة أيضا عن هكذا تفاهمات، ولكن يبدو أن الإسرائيليين يريدون يعني وضعا أكثر ضمانة لهم في العلاقة ما بين النظام، ما بين محور المقاومة، اسمح لي أن استعمل في اليوم هذه العبارة، ما يسمى بمحور المقاومة والممانعة. يعني لاحظ أنه طليعة أو مقدمة محور المقاومة الآن لا يشكل تهديدا إلى إسرائيل، على إسرائيل، ولا تريد إسرائيل أن تشكل تهديدا عليه. طبعا هذا الكلام يأتي في التعليق على الهجمات الصاروخية وضرب المطارات وضرب مواقع حزب الله ومواقع إيران ومواقع لجيش النظام في أكثر من مكان في سوريا. هذه المسائل يقول يطمئن يعني نتنياهو الأسد ويطمئن حلفاء الأسد أنه لا يريد تهديد الوجود بشار الأسد في السلطة أو حكم بشار الأسد. يعني هذه ورقة وكأنه يريد أن يقبض ثمنها أشياء نسمع عنها فيما بعد. بالمناسبة يعني لولا التوافق الإسرائيلي الروسي الذي دفع بروسيا لخرق اتفاقية ونقض اتفاقيات خفض التصعيد في الجنوب، لما استطاع النظام أن يصل إلى الحدود الجنوبية لسوريا مع الأردن مع هذه الكارثة الإنسانية وارتكاب الكثير من جرائم الحرب. الروس شركاء مع النظام في ارتكاب هذه الجرائم، قصف المدنيين وقتلهم وتشريدهم وتهجيرهم وتعفيش الذي يقوم به الآن النظام في دلالة واضحة على رغبته بأن يفرض سيطرته وأمنه على هذه المنطقة الثائرة والتي كانت مهد الثورة، والتي كانت إلى هذه اللحظة جزءا من العملية السياسية وتدعم العملية السياسية، فكوفئت بأن نقضت اتفاقيات وقعت معها ودعم خصمها الذي يرفض العملية السياسية بأن يعطى القدرة والخط الأخضر لإبعادها وتشريدها وتهجير حاضنتها الشعبية. دكتورة سوبوني، أود تعليق منك يعني على ما ذكر الأستاذ دكتور هشام. الروس شركاء مع النظام فيما يجري في الجنوب، خاصة فيما تتعرض له المدن والبلدات في درعا تحديدا. لا أدري إذا كنت يعني تعرفي ما معنى تعبير تعفيش، يستخدم كثيرا في الحديث عن عمليات السرقة والسطو التي تقوم بها القوات النظامية والقوات الموالية لها. والله على أقل الشرطة الروسية التي موجودة في سوريا في بعض المدن هناك هي من مهماتها ألا تحدث مثل هذه الأشياء. وأنا أعرف أن روسيا على أقل هي تعمل كل ما بوسعها عشان لا يحدث ذلك، ولا أعتقد أن هناك حد بريء من طرف آخر في سوريا. بالعكس تماما، هناك فصائل المعارضة أيضا تتهم بكثير من الأشياء، لأن هي حرب أو من هذا النوع دائما للأسف تحدث فيها دائما مثل هذه الأشياء من كل الأطراف. فبالنسبة لما يقوله دكتور هشام، فبرأيي هو شبيه جدا بلعبة فريق كرواتيا في كرة القدم اليوم. كثير من المناورات، كثير من الحيل حتى،
لأنه كيف معارضة تقول أنها لا تثق بروسيا وهي دائما تلجأ لمساعدة روسيا وتلجأ لروسيا طالما هو بلد أكثر نفوذا الآن في سوريا؟ وأعتقد أنه دكتور هشام حيتفق معي في النقطة على أقل واحدة، أن روسيا أكثر من أي دولة أخرى اليوم مهتمة بإنهاء الأزمة في سوريا، لأن روسيا معنية بهذا الشيء. هل الأمريكان لديهم نفس النية؟ أشك في ذلك. ومن مهمة بوتين في لقائه مع ترامب القريب حيكون إقناعه بضرورة البحث الملح عن إيجاد الحل في سوريا. لحتى الآن الأمريكان غير معنيين بهذا الشيء مثل ما روسيا معنية بهذا. يعني بالأمس وزير الخارجية الأمريكي كان لنا لقاء معه، قال أنه الولايات المتحدة معنية بتوصل إلى حل سياسي في سوريا، ولكن طبعا سننتظر لنرى أيضا هذه القمة. لا شك هذا الملف مهم مطروح فيها. على كل حال أشرت إلى مباراة كرواتيا دكتورة سوفانينا، واضح أنك بتتابعي الفوتبول. النتيجة 1-1 لحد الآن، لم تنتهي هذه المباراة. دكتور هشام، مسألة تقليص الوجود الإيراني في سوريا، إلى أي مدى يمكن أن تنجح روسيا في هذا المسعى؟ إيران بحسب التصريحات المتكررة 2-1 النتيجة، بيقولوا لي الشباب مين لصالح كرواتيا 2-1. طيب دكتور هشام، إلى أي مدى يمكن أن تنجح روسيا في الحد من الوجود الإيراني في سوريا؟ إيران استثمرت كثيرا في سوريا ولها مشاريع مستقبلية على المدى الطويل، هناك قواعد عسكرية، هناك مشاريع بنية تحتية، هناك عملية إعادة الإعمار الآن التي تتطلع إليها. إيران ضحت بآلاف الأرواح على الأراضي السورية. إلى أي مدى يمكن بالفعل إقناع إيران ليس بالانسحاب من سوريا بشكل كامل، وإنما بتقليص وجودها لكي يعني تلبي مطالب الأطراف الأخرى؟ يعني هناك احتمال ثالث الحقيقة لعله لم يأتي في أو في عرضك، وهو أن تقوم روسيا بإيجاد علاقة إيجابية وقوية ما بين الروس، ما بين الإسرائيليين والإيرانيين، وبالتالي لا يصبح وجود إيران على خطرا على إسرائيل، بل يتابع دوره في ما بدأ به في سوريا من ثمانينات القرن الماضي. يعني ما يعمل عليه الروس فعلا، عفوا الإيرانيون بشكل دقيق، من عام 1980 وحتى حديثنا هذا هم يعملون على بناء شبكة علاقات قوية جدا، منها التغيير الديموغرافي، منها محاولة التواصل مع دعم المشاريع معينة، دعم الأقليات. في عندها يعني إيران حريصة جدا على وجودها في سوريا، وتعتبر وجودها في سوريا أمن قرار استراتيجي تصل بمشاريعها في المنطقة، التي نرى من طرفنا أنها تهدد الأمن والسلم الأقليميين، وتثير الحقيقة يعني مشاعرا طائفية غير مقبولة في القرن 21. بالنسبة يعني براغماتية الموجودة وسياسة حافة الهاوية عند الإيرانيين، وبالتالي الإحساس بالقدرة وعدم الضعف والدعم الغربي عند الإسرائيليين، من الممكن أن يخلق احتمالات أخرى، ليست فقط احتمال تقليص وجود الإيرانيين أو دفعهم إلى مناطق أخرى، قد يخلق مجالات للتعاون. هذه المجالات التعاون كما قلت يمنح الإيرانيين رضا إسرائيليا بالبقاء، وهذا ما يعمل عليه الإسرائيلي، وليس بعيدا أن يكون في جعبة اليوم اللقاءات الجارية في روسيا شيئا في هذا الاتجاه. على يعني هذا لا يمكن استبعاده محاولة، والدليل على ذلك يعني سمعنا عن ضرورة إخراج الإيرانيين وأن لا تكون هناك قوات ميليشيات مرتبطة بإيران، ثم في الحملة الأخيرة التي قام بها النظام مدعومة من الروس أعلنت بعض القوات الموالية إيران وجودها العلني في منطقة مدينة طفس أو غيرها من مناطق درعا أو حوران بشكل عام. إذا ما يؤكد أن
المشكلة يعني اسمح لي ولو بكلمة فقط أن أعلق على ما ذكرت الأستاذة من موسكو عندما تقول أن روسيا مهتمة. القضية ليست اهتمام روسي، القضية هناك مشروع وضع في مجلس الأمن وتم إقراره عبر مجموعة قرارات من عام 2012 وحتى هذه اللحظة. ما يقوم به الروس مناقضا يناقض تماما كل هذه الاتفاقات. الاتفاقيات تقول بيان جنيف، القرار 2118 الذي يدعي بشكل واضح الذي ينص بشكل واضح وصريح على إقامة هيئة حاكمة انتقالية ولا قيادة مرحلة انتقالية. الروس يقوضون هذا الاتجاه. قرار 2254 وخارطة الطريق تؤدي هذه الخارطة الطريق إلى هيئة حاكمة انتقالية بعد مفاوضات 6 أشهر، ثم يقوم هناك تكون هناك انتخابات بعد أن يصوت على الدستور في سوريا. الآن أمور مختلفة، هناك يعني خلخلة لهذا الاتجاه، ما يعكس أن هناك رفضا. وفي أوساط المعارضة نحن على عندما تم التواصل مع الروس في أكثر من لقاء كان الروس واضحين في فكرة الهيئة الحاكمة الانتقالية مرفوضة عندهم من عام 2014 في الوقت الذي كنا نخوض مفاوضات معهم في جنيف. تأكد هذا الكلام في أكثر من مناسبة. فكرة ليس عند الروس إلا الهيئة، ليس إلا المصالحات وحكومة الوحدة الوطنية، أي إعادة تأهيل الأسد. هل هذه العملية التي يقوم بها الروس تجعلها مطمئنة وتجعل اهتمامها مطمئنا للشعب السوري؟ على العكس تماما. طيب، ما أنه يعني خرجنا عن موضوعنا شوية، ولكن أود أن أسمع تعليق من الدكتورة سوبونينا على هذا الموضوع. مسألة أنه ما تقوم به روسيا اليوم يتناقض مع 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 كل المرجعيات التي نعرفها والموجودة حتى الآن من قرارات في مجلس الأمن، من بيانات جنيف وإلى آخره. الآن نحن في مسار مختلف لا علاقة له على ما يبدو بالمسار الأول. ما رأيك في ذلك؟ لا أبدا، روسيا دائما تقول، ووزير خارجية روسيا لافروف دائما يقول أن روسيا مع قرار 22 و54، أما بالنسبة لبيان جنيف عام 2012 فأنا أتذكر تماما أنه مباشرة بعد اتخاذ أو بعد خروج هذا البيان كان هناك اختلاف ما بين لافروف وهيلاري كلينتون، لأنه بعض البنود لهذا البيان هي تفسيرها كان مختلف من قبل الطرفين. فعندما الأمريكان قالوا أنه بعض البنود تعني ضرورة استقالة رئيس أسد، روسيا كانت لديها قراءة أخرى تماما، وللأسف ازدواجية نصوص بيانات دولية هي مشكلة قديمة من وليس فقط بخصوص سوريا، ولكن ما يحدث على الأرض هو أصبح واقعا، وعلى المعارضة أن تعترف بهذا الشيء، وهي تعترف بهذا الشيء، لأنه من كان يمول ويدعم هذه المعارضة من أمريكان ودول الخليج وأتراك وغيرهم هم قبلوا بهذا الواقع. فالكلام والتصريحات شيء، أما الأحداث على الأرض الواقع وشيء آخر. موازين القوى هي تغيرت الآن وجميع الدول اعترفت بذلك. طب ما رأيك بما طرحه الدكتور هشام فيما يتعلق بأنه موسكو قد تلعب دور يعني في مسألة، لا أريد القول التقريب بين طهران وتل أبيب، ولكن على الأقل إيجاد حالة من التعايش بين الطرفين في سوريا، ما رأيك في ذلك؟ يعني أنا ما زلت أؤمن بمعجزات، فمن باب التفاؤل التاريخي، فمن هذه الزاوية أستطيع أن أتفق مع هذا الطرح، وروسيا تستطيع أن تلعب دور الوسيط في هذا الشيء. ولكن هل هذا ممكن؟ روسيا لا تريد أي مواجهة ما بين إسرائيل وإيران، ولكن كلنا نفهم بأن هاتين الدولتين بعيدتين عن بعضها البعض كثيرا. فالحديث ما عدوش بعاد دكتورة إلينا، يعني الآن إيران موجودة على الحدود. لا تحدث
يعني الحديث الآن على الأقل ألا تحدث هذه المواجهة قريبا، فروسيا تعمل من أجل ذلك. وجزء من الحديث ما بين بوتين وترامب حيكون بهذا الخصوص. دكتور هشام، مسألة على المدى الطويل، إلى أي مدى برأيك إيران ستقبل تقليص وجودها في سوريا بالنظر إلى كل هذه المعطيات وبالنظر إلى ما صرح به على الأقل المسؤولين الإيرانيين بأنه لا مغادرة لسوريا، نحن هنا لنبقى ونحن هنا لنحمي مصالحنا. إلى أي مدى إيران مستعدة من حيث المبدأ أن تتفاوض على الأقل فيما يتعلق بتقليص وجودها في سوريا؟ يعني الواقع إيران تخطط للبقاء، وكما قلت تعتبر استراتيجيا وجودها في سوريا، هذا أمر تعمل عليه كما قلت من ثمانيات هذا القرن الماضي، ولذلك من الصعب جدا أن تقلص نفوذها أو أن ترجع إلى الخلف. تقليص الوجود مقابل زيادة النفوذ، هذه المعادلة قد تكون مقبولة إيرانيا. يعني تقبل بتقليص وجودها، لكن على أن يبقى لها مكانتها وقدرتها على التأثير على القرار السوري. طبعا وهي التأكيد أحد اللاعبين أو أحد اثنين الذين يحكمون القرار السوري في هذا الوقت. أما يعني ما أريد قوله الحقيقة، هذه ما تخطط له إيران، أما ما سيعمل عليه الشعب السوري، مصالح الحقيقية والأمن القومي للسوري مختلف تماما. السوريون سيعيدون إنتاج التوازن الحقيقي لتحقيق مصالحهم القومية وأمنهم الاستراتيجي، بعيدا عن الروس وبعيدا عن الإيرانيين، هذا أمر، وبعيدا حتى عن الإسرائيليين، هذا أمر سيأتي وسيفرض نفسه. لا يمكن ولا بشكل من الأشكال أن تستمر حالة الاستثنائية هذه. يعني ألمانيا نفضت عن نفسها غبار الحرب العالمية الثانية، واستطاعت إعادة ميزان القوى وإعادة توحيد قواها، واستطاعت أن تعود لدورها الإقليمي، وهذا ما هو متوقع وما هو يعمل عليه السوريون وسيحققونه. طال الزمان أو القصر معروم لسوريا دورها الاستراتيجي الخاص والقومي الخاص، بعيدا عن التوازنات الدولية. يعني لا أدري المقارنة مع ألمانيا هنا دكتور هشام، كما جعلها الأسد يعني مطية للآخرين، إذا كانت المقارنة مع ألمانيا في مكانها، ألمانيا كانت الطرف الخاسر في الحرب العالمية الثانية، اليوم سوريا النظام على الأقل هي الطرف الذي له اليد الطولة، وبالتالي يعني لا أدري إذا كانت المقارنة يعني جائزة في هذه الحالة. ما رأيك بسرعة؟ أتحدث عندما تحكمت القوة في ألمانيا، وهذا هو موطن الشاهد. القوة الكبرى تحكمت في ألمانيا وقسمتها ووضعتها ضمن يعني مشاريعها الأمنية والقومية. هذا تحكم الدول وتحكم الاستراتيجيات الأخرى في الوطن في ألمانيا هو ما أقارنه مع سوريا. الآن بشكل واضح، سواء بوجود النظام، تقدم النظام بحراب ودعم الروس والإيرانيين على حساب ملايين، على حساب دماء الشعب السوري وملايين المشردين والمعتقلين، هذا أمر لا يستمر، هو تحكم خارجي. هذا التحكم الخارجي لا يمكن لشعب أن يقبله، لا بد أن يعيد إنتاج سيادته، وبالتالي يعيد لعب دوره المتوقع منه في وقت من الأوقات. هذا هو محل المقارنة، وأنا يعني أرى أنها مقبولة جدا ومعقولة في هذا الأمر. موازين القوى على الأرض التي نراها الآن غير من ممكن لها أن تستمر، لا بد أن تنتهي، أن تنتهي في وقت من الأوقات. هناك كما نعلم يعني رمال السياسة متحركة وليست ثابتة كما هو معلوم في الشؤون السياسية. دكتورة سوبونينا، في أقل من دقيقة، يعني بغض النظر عن الأمور الميدانية والتطور الميداني، عودة الأمور إلى 2011 يعني غير واردة، هل موسكو تنظر إلى المسألة بهذا الشكل؟ على كل المقارنة بألمانيا تبدو لي غريبة شوية، ولكن بالنسبة للعودة إلى الوراء هذا أيضا من المستحيل. الآن تشكلت موازنات أخرى وروسيا تعتمد عليها. سياسة روسيا كتير واقعية والجميع يفهمون ذلك. شيء جيد أن ترامب قد فهم ذلك، فلننتظر نتائج لقائه ببوتين. شكرا جزيلا لك يا دكتورة إلينا سوبونينا، مديرة مركز آسيا والشرق الأوسط في المعهد الروسي للبحوث الاستراتيجية، كانت معنا من موسكو. شكرا لضيفنا من جدة دكتور هشام مروة، عضو الائتلاف السوري. شكرا لكم.